احسن مش ياكين احنا بالوسط يحمي نفسه محمد حسان يا باي احنا من حارة هذه من هذه الحارة ومن مدينة تعز ومن مواطنين في هذه الحاشة وتجار في هذا الشارع وعلينا الا وقفوا علينا العصابة هذا لاضطهادنا وتخويفنا ونناشد الاخ محافظة تعز والاخ مدير الامن واخ مدير البحث بحماية الحماية امنية لهذا الشارع وضبط هذه العصابة من تخويفنا وترفيع وبعض التجار مخوفين من فتح محلاتهم من هذه العصابة الكثيرة وموجودة في كل شارع ونرجو من الحراسة الأمنية هذه أو الحراسة الرئاسية أو الأمنية أن يوقفوا مع المواطن هذا وقفة حيادية لأن المواطن واجب عليه كل شيء ومدافع كل شيء من واجبات ومن وظرائب من كل شيء عليه موقف كل شيء محمد فارع علي العريفي أحد الأشخاص الموجودين في السوق التجاري هذا نطلب من الدولة حماية أمنية ونطلب يعني للوطن هذا يعني يكفونا من القتال والقتل فينا يعني ونحن نتعرض إلى عدة هجومات وإلى عدة أماكن لنا كل حين يبتزوا أشخاص مننا يعني ينهبوهم يسرقوهم وهذا ما حدث للأخ ابن سلمان من بلطقة ومن هجوم عليه إلا سبب عدم الامر والنظام والقانون مش موجود امن عندنا ولا موجود حاجه، نطالب من الدوله بحمايه لنا يعني باسرع وقت ممكنه. لقد سبق قدمنا اوراق الى الامن والى البحث الجنائي والى المحافظه بالتعاون معنا واعطانا حراسه امنيه، والى حد الان لم يتجاوبوا معنا ونطالب بهذا الشيء ان شاء الله قريب. تضامننا مع التجار واصحاب المحلات التجاريه الذين تعرضوا للسطو والمسلح ونحن نريد دوله لا ميليشيات، نريد الامن والجيش والسلطه المحليه ان تقوم بدوره والا ما لم يرحلوا والا يتركوا الناس يحددوا خيارتهم. شكرا على السلامه. امين مرعي نائب رئيس اللقاء المستعان للنقابات ومنظمات المجتمع المدني.